السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى من الله هاد الفيديو ان شاء الله يا ربي يلقاكم في احسن الاحوال، نتوما والناس اللي عز عليكم يا ربي امين، وجمعة مباركة الله يدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة. وكيف ما العادة اليوم الجمعة غنبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طلعت دابا البنات البيم باش نصور لكم شنو كاين في بيم من الجديد ديال معنات. هاد الآلة الشباكية البنات ها هي، مع قرب رمضان ولا دابا جابوا داكشي اللي خاص برمضان. الثمن ديالها 119 درهم و90. كتساعدنا باش نورقوا شباكية ولا نديروا رزيزة، المهم راكم عارفين كتصلح بزاف ديال الحوايج، ما نحتاجش نشرح لكم كلشي كيعرف علاش كتصلح هاد الآلة هادي. والثمن ديالها قلت لكم 119 درهم و90. معكم هاد الميزان هذا تا هو البنات، راكم كتعرفوا كنحتاجوا في الكوزينه بزاف كاع الوصفات البنات دابا اللي ولاو كيتعطاو بالغرامات، وضروري يكون عندنا هاد الميزان في الدار هذا باش كتعبري الغرامات كتجيك الوصفه كتصدق لك خصوص الوصفه ديال الباتيسري. راكم عارفين ديال الحلويات وداك الشيء راه كيبغيو العبارات. والثمن ديالو البنات 84 درهم و90. والبنات عفاكم ما دخلوا دابا، عفاكم الله يسهل عليكم، ضغطوا على لايك دابا الله يسهل عليكم، وانا كنقولها لكم دابا فهاد الساعه هذه الله يرحم لكم الوالدين، ضغطوا على زر اللايك وزر الاحمر ابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، وزيدوا بقناتكم القدام الله يجازيكم بالخير باش تكبر هذه القناه ان شاء الله باذن الله بالفضل ديالكم الله يرحم لكم الوالدين. بالنسبه لهذيك اللعيبه اللي كانت حمراء كنت كنهضر في هذيك راه كتصلح، كنحيدوا بها الخمله للحوايج، كلشي غيبغي يعرف علاش كتصلح كنحيدوا بها الخمله للحوايج هذيك اللعيبه اللي دازت قبل من هاد القطاعات هادو. والثمن ديالها 14 درهم و90. بالنسبه لهاد القطاعات البنات فيهم ثلاثة ديال القطاعات في الالوان، زويونين حتى هما الشكل ديالهم، كنقطعوا عليهم الخضره. الثمن ديالهم البنات 59 درهم و90. زويونين البنات بثلاثه واللوينات ديالهم كلهم زويونين. وهاد العصاره هادي البنات حتى هي راه صافي كما قلت لكم البنات، راه رمضان جاب قرب، يعني هادشي كله ان شاء الله اللي كاين في بيم والله حتى كلشي كنحتاجو له، ولكن ماشي كلشي غناخذو بطبيعه الحال، غناخذو اللي مهمه وعلى قد الجويب ديالنا اللي عندنا. كل مره ناخذو حويجه، هاد العام كاع ناخذو حاجه ولا طولنا الله في العمر عام اخر ناخذو حاجه، علاش البنادم اللي ما عندوش مدخول ولا ما عندوش هذا الله يحسن العوال للجميع. هاد العصاره هادي البنات الثمن ديالها 89 درهم و90، ورخيصه من الفوق، يعني الثمن ديالها جد مناسب والله حتى البنات زوينه مباشره، لا زوينه كتبان في الفيديو زوينه وحتى مباشره والله الا البنات الغزاله، والثمن ديالها كاع مناسب بزاف زوينه تبارك الله. بالنسبه للبنات لهاد الطويجنات هادو ثلاثه بيضين فوق هذيك الطابله ديال الخشب ديالهم كيتحطوا فيهم، راكم عارفين شنو غنحطوا فيهم، ما نبقاوش عاد نقولوا زيت الزيتون عادي زبده كونفيتير، المهم حتى هما زويونين البنات. الثمن ديالهم 119 درهم و90. غنبقى عليكم زويونين زويونين، كلشي زوين ما شاء الله في بيم، كاع المعنات اللي كيجيبوا في بيم كلهم زويونين. الصبغه صحيحه والسلامه يا البنات. هاد الشبكه هادي ديال الحوايج اللي زوين في هاد الشبكه هي انها كتجمع، كتقدري مثلا تبغي ديري فيها الحوايج كتحليها كطوال ومي كتساني من الحوايج كتقدري تجمعيها وتخشيها في شي بلاصه. بالنسبه للناس اللي ما اللي كيبغيوش الحاجه تبقى باينه قدامهم، صراحه الثمن ديالها حتى هي غنشوف الثمن ديالها نقلب عليه. الثمن ديالها البنات ما كتبنوش ما بانش ليا هادي، سمحوا ليا ما لقيتش الثمن ديالها. بالنسبه لهادي ديال كتقلي فيها الفريز، كاع المقليات كتقليهم فيها بدون زيت، صحيه هادي آلة صحيه. هادي بالثمن ديالها 349 درهم. كنبقى عاد كنقلب على الثمن البنات باش نقولوا لكم، قلت لكم الثمن ديالها 349 درهم و90، صحيه البنات كتقلي بدون زيت. بالنسبه لهادو البنات حتى همايا راكم عارفين دابا رمضان تقطع البيتزا تطرب الكيكه، المهم هادشي كلهم هادو اللعيبات الصغيورين هادو كلهم كنحتاجوهم بدون رمضان كنحتاجوهم، ولكن سوقتو في هذا رمضان هذا ضروري منهم. هادو كلهم البياسه هادو 15 درهم، كل بياسه ب 15 درهم، على حساب نتي وشنو بغيتي. اليوم عجبني بيم بزاف، فيه ما يدار فيه ما يدار.
كاين معنات زويونين، ماكم عارفين كي قرب رمضان كيكون محتاج للمعنات بزاف. حتى هذه ب15 درهم، حكاكه ديال الطومات، الصفاي، هاد الفوي ديال الكيك، مهم كل شيء هنايا ب15 درهم جامعينه هنايا. هاد الكوكو تاع البنات زوينه ديال الاينوكس من برا وغرانيت من الداخل، ما كتلصقش، راكم عارفين الغرانيت البنات ما كيلصقش، واخا تقدروا ديروش الزيت في الماكله بزاف ولا الماء، يعني الحمد لله ما كيلصقش. هذا هو اللي زوين في الغرانيت، والله لا لا زوينه هاد الكوكوت. ليطروات ديالها ما عرفتش شحال من يطرو صراحه، والكسكاس ديالها ديال الاينوكس من الداخل زوينه، والثمن ديالها البنات 10000 ريال، 500 درهم، ولكن راها كوكوت زوينه صراحه زوينه. هاد السوبيرات البنات جمعنهم كاملين في كرتونه، قولي تما شي 7 ديال السوبيرات من الصغيره حتى الكبيره، كلهم لون واحد، الايديات ديالهم حمرين، وراهم حتى هما كنحتاجوهم هالفاد رمضان، هالشباكيه، البريوات في الفريغو، مهم كنحتاجو ليهم حتى هما فاد رمضان. الثمن ديالهم البنات هادوك 99 درهم و90، مهم داك 90 ديما كيزيدوها من الفوق كتكمل، داك الدريم كيكمل، داك 99 درهم كتولي 100 درهم. المهم الثمن ديالهم بالنسبه ليهم كاملين زوين مناسب وعمليين من الصغيره حتى للكبيره. معاهم هاد السطيلات تاع هادو، السطيلات ديال الشباكيه حتى هما، كيفاش كنديروا الشباكيه وسلو. كاين الصغير كاين الكبير، الصغير البنات ب 14 درهم والكبير ب 29 درهم 30 درهم نقول. هاد الشبيكه هادي ديال البيض كنحطوها في الثلاجه، البيض الثمن ديالها البنات 19 درهم و90، 20 درهم نقولوا. مهم بعد المره كنقول لكم المجموع، بعد المره كنعطيكم الثمن بهذا. هادي ترموسه ديال القهوه اولا الحليب، ما فيهاش الالوان صراحه، واخا كتبان لكم في الكرتونه كاين الكحل وكاين الازرق، ولكن هما راه ما فيهاش الالوان. الثمن ديالها 69 درهم و90 البنات. اما اللي حمقني وسطاني انا اليوم في بيم هو هاد المول هذا، والله تعجبني بزاف. الشكل ديالو زوين، غيجيب الكيكه رائعه في الشكل، وتشوفوا البنات ثقيل، والله حتى ثقيل، ملي كتهزيه ثقيل، يعني ما يحرق لكمش كاع الكيكه، ماشي بحال واحد المول خديتو انا كيشبه ليه تقريبا مع المول المعمر، ولكن خفيف، طيبت فيه الكيكه حرقها ليا صافي ضاع ليا مشى، يخلفوا الله. داكشي علاش عجبني هذا بزاف، لي الثمن ديالو 99 درهم و90. اما هاد السوبيرات هادو البنات كتشوفوا الالوان ديالهم زويونين، وحده في وسط وحده تا هما بحال هذوك الكبار، ولكن هادو الصغير هادو يحتاجوا غير الثلاجه. هادو الثمن ديالهم البنات هادوك 49 درهم و90. وهاد العلاقه اللي كتلصق في الباب هادي اللي زوين في هاد العلاقه البنات، هما لانهم ما كيحتاجوا لهم مسمار لا والو، كتجيبيهم فوق الباب وكتدخليهم بهذيك العيبه اللي كتبان لك سماكيناتي، وما بغيتي تبدليها من البلاصه كتبدليها. الثمن ديال هذيك العلاقه يا البنات 69 درهم و90. هذا ديال الصبابط ما بقاش، بقى وقيله غير واحد، هذا النيت هو اللي بقى، ما حاطنش الثمن ديالو حتى هو. مهم هذا عليه الطلب بزاف، ما بقاش، وقيله كان الجمعه الاخرى ما طلعتش، داكشي علاش مشى. هذا الكرسي ديال الدراري الصغار للحمام ديال الولدات الصغار يجلسوا عليه، راكم عارفين ليش غيصلاح. وهذوك الشبيكات اللي حداه تما راه عطا الله ما نديرو فيهم، داكشي ديال الحمام ولا مقيبطات ولا عطا الله ما نديرو فيهم، دوك الشبيكات فيهم الالوان الابيض والباج الكري، فيهم اللوينات زوينين. وهذا النشار البنات، هذا النشار كان اللي زوين فيه حتى هو كيتجمع، عتي انا كتعجبني الحاجه اللي كتجمع، مهم ما كتبقايش تفكري فين غادي تحطيها، كتقضي بها الغرض، ومن كتسالي كتجمعيها ما كتبقايش تفكري فين غادي نحطها واش نشريها نحطها في اين بلاصه، كتنسي عليك انك غير كتجمعيها، كتجمع كتولي صغيره، كتخشى وحده في وسط وحده، ومن كتبغي تنشري كتفتحيها كامله وكتنشري فيها الفيطات ديالك للحويجات في الشميشه الا تحطيهم في السطح ولا في شي بليصه. الثمن ديالها البنات 149 درهم و90. هاد الاله هادي البنات معالج غذائي وفي نفس الوقت عصاره وطحانه
وكيحكوا فيها الخضرات ماكيناتي متعددة الاستعمالات فيها بزاف ما يدار هاد الآلة دي مجموعة فيها بزاف الحوايج في حاجة واحدة والثمن ديالها 399 درهم بلا 90 هادي. وهاد العصارة البنات مونينكس ديال الطحانة ديال العصير اللي ما عندوش فضل رمضان راه خصو ياخدها غيطلع ياخدها في بيم الثمن ديالها راه مناسب وزويونة ديال الزاج هذاك ديالها ديال الزاج خصو غير تهليه البنات كنخافوا من الحاجه ديال الزاج ولكن غير تهليه والله الزاج راه صحي عصارة ب 199 درهم و90 اللوين ديالها اينوكس زوين في الكحل والثمن ديالها حتى هي جاني انا مناسب 199 درهم و90 يعني 200 درهم والله حتى الثمن ديالها المناسب. وهاد موزع ديال الكيك ولا البغرير راكم عارفين كان ولا المادلين كيك حتى هو كينفع بزاف الثمن ديالو 34 درهم و90 وخليت لكم هنا الاثمنه ديال كلشي البنات لا نسيت شي حاجه ما قلتهاش لكم تقدروا تشوفوها راسكم هنا اولا شي حاجه اللي كانت بحال ديك الهاشوار راه هي يعني كانت وما بقاتش وما بانش لي باش نصورها لكم اللي الثمن ديالها 216 درهم تقدروا تلقاوها في شي بيم اخر في هاد البيم هذا راه تقادات. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم والله يجازيكم بالخير بارطاجيو الله يرحم لكم الوالدين ما بارطاجيو هاد لا فيديو ودعموا قناتكم باش تكبر الله يرحم لكم الوالدين ضغطوا على الزر لايك دابا الله يسهل عليكم اللي مازال ما ضغطش يضغط دابا الله يسهل عليكم والله يجازيكم بالخير في هاد نهار الجمعه شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم وبسلامه عليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو المقبل ان شاء الله باذن الله.